تسلم العميد الصادق اللواطي رسميا مهامه كمدير لمديرية أمن جدابية وسط أجواء احتفالية أقيمت بمقر المديرية. ضغط عليها الأجواء الإيجابية والحرص الدائم على المهام الرئيسية في توفير الأمن في المدينة. حضرنا اليوم إلى بلدية جدابية ونحن حاليا في مقر مديرية أمن جدابية لاستلام المديرية حسب القرار الصادر من السيد وزير الداخلية رقم 606 على 2018 من السيد مدير الأمن العميد سالم ماضي. العميد سالم محمد ماضي الذي تم تكليفه مديرا لمديرية أمن المرج أكد أن العمل على ترسيخ الأمن وحماية المواطن هو الأساس، مثمنا الجهود التي بذلها عناصر مديرية جدابية في الفترة السابقة في المدينة. قمنا اليوم بمراسم التسليم والاستلام بحضور منتسبي مديرية أمن جدابية ورئيس اللجنة المشرفة على الاستلام والتسليم العميد رافع بسيكري. في هذه اللحظة نحب نتقدم لجميع منتسبي مديرية أمن جدابية بالشكر والثناء على ما بذلوه من جهود طيلة الفترة التي كلفت بها، وكذلك نتمنى التوفيق للعميد الصادق بهذه المهمة. بهذه المشاهد اكتملت عملية التسليم والاستلام في مدينة جدابية بحضور عناصر المديرية الذين كانوا مشاركين في الصورة الحضرية التي كانت تقول إن الحفاظ على الأمن هو الأساس.